السلام البنات كي لاباس عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد اكيد ان الفيديو ديال اليوم كله افاده ان شاء الله وصفه قويه للزوجين معا آه بطبيعه الحال اذا كان عندك المشكل غادي تعالج لك اذا كان عندك ضعف تبويض كذلك كتساهم في تنشيط المبايض بشكل طبيعي بالاضافه الى انها كتعالج مشاكل ضعف آه الخصوبه عند الزوج اللي كيعاني من تشوهات السائل او من قله العدد والحركه آه بطبيعه الحال ان هذه الخلطه هذه خلطه قويه جربتها السيده وحملت بها بتوام ثلاث توام ما شاء الله بطبيعه الحال انها ممكن تساهم في تنشيط التبويض بشكل خيالي ان شاء الله وغادي تلاحظي الفرق في الاباضه ديالك غادي ترجع لك كذلك افرازات تبويض بكميه كبيره باش تسهل مرور السائل المنوي للبويضه وكذلك باش يمر في واحد البيئه واحد الظروف ملائمه ويتم الحمل بسرعه ان شاء الله بطبيعه الحال ان خلطه العسل لتنشيط المبايض هي خلطه قويه لان الفوائد ديال العسل بالاضافه الى هاد العناصر اللي غادي نذكر فيها شفاء لجميع السيدات ولربما يعني يحصل بها الحمل بسرعه بزاف ديال الوصفات كيعتمدوا على العسل الطبيعي كمكون رئيسي لحصول الحمل بسرعه بالاضافه الى اضافه مجموعه من العناصر الاخرى غادي نعطيكم وصفه مخصصه للزوج وكذلك وصفه للزوجه باش الا كان عندكم مشكل يتعالج في نفس الوقت ان شاء الله آه كيف ما كنعرفوا بان العسل كيتعتبر محفز طبيعي للخصوبه عند الرجال حيث انه يعتبر علاج فعال لمشكله العقم عند الرجال ليس في العسل الحديث فقط بل يعني ولينا كنشوفوا انه كان كيستخدم شحال هذه ومازال الناس كيستخدموه كي ومازال كيعتمدوا كي عليه في علاج العديد من الامراض هاد الخلطة هذه مجربة عند يعني الأزواج بحيث أنه زاد عندهم العدد ديال الحيوانات المنوية من 150 ألف إلى 50 مليون خلال ثلاثة أشهر يعني والحركة كذلك زادت من 5% إلى 55% وتجربة أخرى يعني كمية السائل المنوي من 2 مليمتر إلى 8 مليمتر هذا الأمر هذا يعني بأنها خلطة فعالة وقوية ومجربة في نفس الوقت اللي ممكن أنها تساهم في نجاح العديد من حالات تأخر الإنجاب الناتج عن العقم الثانوي وممكن يعني بهذه المنشطات الطبيعية والمحفزات يحصل بها الحمل بسرعة قبل ما نعطيكم الخلطة حاولوا أنكم ديما تخليو لي اللايك في الفيديو باش هكا تستفد جميع الأخوات من المحتوى ديالي وكذلك من القناة لأن فعلا فيها مجموعة من الفوائد والوصفات الطبيعية الناجحة في حصول الحمل بالإضافة إلى تجارب العديد من السيدات وشنو الوصفات اللي اعتمدوا عليها وشنو يعني كيفاش نجحت معهم هذه الوصفات الخلطة هي كالتالي هذه الوصفة كيف ما قلنا كتزيد وكتنشط الخصوبة كتزيد من عدد الحيوانات المنوية وحركتها وتعالج تشوهات عند الرجل مفيدة للمرأة مقوية وتنشط المبايض مقادير خلطة العسل للرجال كيلو عسل السدر يفضل انه يكون اصلي وبطبيعه الحال خاصة يكون اصلي ملعقتان طعام او ملعقه اكل حبه سوداء مطحونه ناعمه يعني ملعقتين طعام او ملعقه اكل كيف ما كنقولوا يعني الملعقه الكبيره من الحبه السوداء مطحونه ناعمه بطبيعه الحال ملعقتين كبيرتين كذلك من حبوب لقاح النحل 40 غرام من غذاء ملكات النحل بطبيعه الحال غادي نكرر المقادير بسرعه مقادير خلطه العسل للرجال كيلو عسل صدر ملعقتان طعام من الحبه السوداء يعني تكون مطحونه ناعمه جدا ملعقتان كبيره من حبوب لقاح النحل 40 غرام من غذاء ملكات النحل هادو هما المقادير غادي تخلطيهم مع العسل الطبيعي وغادي يتناولهم الزوج ديالك يوميا في المساء كل يوم ملعقه كبيره من هذا الخليط هذا ومن هذه هاد الوصفه هذه وان شاء الله يتم الشفاء لانها فعلا وصفه قويه بالنسبه للوصفه الثانيه اللي هي مخصصه للزوجه بالنسبة لهذه الوصفة هذه فهي قوية إن شاء الله كتعمل على تنشيط التبويض بشكل طبيعي مكونات الوصفة هي العسل الطبيعي الأصلي الحر مع الزنجبيل والقرفة يعني ثلاث مكونات وثلاث عناصر قوية كيف ما كان العسل فيه بزاف الفوائد هو مضاد حيوي طبيعي الزنجبيل مقوي ومنشط ممتاز للمبايض كذلك القرفة منظمة للهرمونات إذا لجمعتي وخلطتيها ثلاث عناصر فاكيد انها غتكون وصفه سحريه وممكن انها تعالج لك مختلف المشاكل المتعلقه بتاخر الانجاب عند السيدات بالنسبه لطريقه التحضير مع المكونات غادي تحضري ملعقه من القرفه ملعقه صغيره من القرفه ملعقه صغيره من مسحوق الزنجبيل ممكن انك تاخذي اما على شكل مسحوق اما طري الزنجبيل الطري يكون افضل بكثير باش يعطي يعني الفوائد ديالو اكثر وكذلك القرفه ملعقه صغيره غادي تحضريهم وغتخلطيهم مع العسل الطبيعي وغادي تناولي يعني من بعد ما خلطتي مع واحد الكميه ديال العسل بطبيعه الحال كميه صغيره من العسل باش هكا يعني كل فوائد ديال هاد المكونات اكثر غادي تناوليهم ابتداء من اول يوم لنزول الدوره بالنسبه للسيدات اللي عندهم نزيف في الدوره يحاولوا انهم ي يخليو حتى تنتهي منهم الدوره عادي يتناولوها ثلاثه ايام متتاليه السيدات اللي ما عندهمش مشاكل واللي عندهم بالعكس يعني كيكون عندهم تكتلات في الدوره او آه يعني الدم ديال الدوره كيكون متكتل او آه على شكل كبد هذوك آه السيدات ممكن يتناولوها ابتداء من اول يوم لنزول الدوره مده اربعه ايام متتاليه كل يوم ملعقه على الريق قبل تناول وجبه الافطار آه يعني قبل قبل الاكل بنصف ساعه على الاقل او ساعه باش يعني تعطي الفوائد ديالها ويستفد منها الجسم ديالك وكذلك توصل للرحم بسرعه بطبيعه الحال هذه الوصفه هذه وصفه خطيره وصفه قويه معجزه جربتها واحد الاخت وحملت بها بتوام ما شاء الله يعني ثلاث اطفال في نفس الوقت وكانت يعني ما متوقعاش هذا الامر هذا من بعد ما كان عندها واحد الحرمان طويل من الذريه ربي رزقها بهذا النعمه هذه وفرحها اكيد لان التوام هو حلم كل سيده متزوجه طبيعه الحال ضروري انك تشري العسل يكون من مصدر ديالو الموثوق يعني ماشي عسل عادي فيه السكريات حاولوا انكم تختاروا العسل بعنايه اي نوع من العسل ممكن انك تجربيه يعني ماشي ضروري يكون عسل السدر ممكن تجربي اي نوع اخر من العسل المتوفر عندك ف يعني يكفي انك ديري العسل لان فيه بزاف الفوائد ولكن العسل ديال السدر فيه بزاف الفوائد على الصحه الانجابيه لانه بزاف كيجربوه وكيعطيهم نتائج مرضيه بالنسبه للسيدات اللي كيتناولوا حمض الفوليك فهو ممكن تناوليه مع مع الوصفات الطبيعيه عكس الادويه يعني الادويه هي اللي ما تخلطيهاش مع الوصفات الطبيعيه أه حمض الفوليك راه مهم بزاف لكل سيده كيساهم في انه كيحسن جوده البويضه وكذلك كيمنع تشوهات الاجنه أه بطبيعه الحال هو عباره عن مكمل غذائي وفي نفس الوقت يعني كيعطيك الطاقه وكذلك كيعوض لك نقص في حمض الفوليك لانه كيكون الاغلب يعني السيدات ناقص فداكشي باش يعني كيكون واحد المشكل أه يعني كنبغي انني نوجه تحيه لكم كاملين جميع السيدات اللي كيشوفوا القناه ديالي واللي شافوا هذا الفيديو هذا شكرا لهم على الدعم ديالهم للقناه وكذلك الى عجبكم المحتوى ديالو ما تنسونيش ديما من واحد اللايك آه، غادي نحاول انني نجاوب قدر الامكان على التعاليق ويسمحوا لي جميع السيدات اللي ما تمكنش انني نشوف التعليق ديالهم غادي نحاول بمجرد ما شفت التعليق ديالك نجاوبك على التساؤل ديالك آه، نظرا يعني كيكون كي بزاف ديال الضغط على التعاليق فما كنتمكنش انني نجاوب كل وحده آه، وبطبيعه الحال غادي نحاول مره اخرى نجاوبكم ان شاء الله كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي الى اللقاء